فيزيك مزيان يعني هو صعيب الصراحه بالحق قدرنا زعما نتعاملوا معاه علوم رياضيه خيار باء فرنسي وداز صعيب شي حاجه وبالحق قدرنا نفكوا المشكل وقدرنا 4 ساعات كافيه الصراحه باش انك تفك مع المشكل وتحل جميع المعادلات. عندنا دابا اللونغلي جوج ساعات صراحه ما عطيتوش الوقت ديالي الكافي ولكن نقدر نتعامل معها حتى هي بالطريقه ديالي والله غادي يكملنا الامور. كانت مزيانه اساسي صراحه كيهضروا بزاف كيديروا شويه صداع باش ما نكذبش على الله لا شي حاجه انا بعدا فقدوا لي التركيز خاصه الا كنت مريح في الطاوله الاولى الا كنت مريح في الطاوله الاخرى كتكون التركيز شويه صراحه امتحان كان ساهل كان في متناول اللونغلي كان مزيان دوزناه مزيان ديال اللونغلي الفيزيك شويه كان صعيب شويه ولكن دوزنا الحمد لله ان شاء الله ناجحين الحراسه كانت مزيره شويه ولكن صافا زعما دوزنا داكشي مزيان في متناول ناجحين ان شاء الله ونعدو شي مدارس مزيونين ان شاء الله شي نقيطه مزيونه علاش لا صافي عند الفيزيك داكشي اللي قريناه تحط ولكن صعيب واش حنا حفظنا النوكليير وما تحطت حتى شي نقطه نص نقطه ما تحطتش في النوكليير وحنا عينا ما نرجعو النوكليير لا كاين بلاصه سيده حرسونا مزيان كلشي كان مزيان ما كانش ازعاج لا والو الامتحان طاح تقدر تجيب 10 ديالك ولكن تفوت 10 صعيب باش تفوت 10 سيده صعابي كتجيب غير 10 بغيتي تجيب 10 تجيب 10 اسكت كاين ولا ما كايناش النيوكليير ما حطوناش بغيت نعرف علاش كون حيدونا من ديك المقرر حيدوه نعرفوا ما غاديش يطيح نراجعوا مزيان وانا عيس ما خرجش في الاخر نجيب 12 و13 اسمي زياد بن عرو قرا اس تي او امتحان شويه طويل وصعيب شويه بمتناول صراحه كنشكروا كل مساهم في هذا الانجاز الحراسه الحمد لله كانت مخففه كنشكروا الاستاذه حتى هي عاوناتنا واحد التلميذ كان قدامي حتى هو البطوله ان شاء الله اخويا وشكرا صعيبه شويه ولكن الحمد لله دابا عندنا لونغلي داكشي لونغلي عندنا في الدم وغادي ندوزها ان شاء الله مزيان تحيه اخويا المهدي بسم الله السلام عليكم سميتي مهدي اس تي او صرا بكالوريا في مؤسسه مولاي يوسف صراحه امتحان كان صح توقعنا النيفو يكون ناقص شويه كان بحال اعوام اللي فاتوا توقعنا ما احسن ولكن كان في متناول ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا فيها كاملين بينا مزيان لا ان شاء الله ان شاء الله يكون خير هذا العام اصلا الحصه كانت مخففه شويه صراحه حتى اللي داك الناقي بلا تناقي راه كتلعب لعب كبير في كاش كتخدم في امتحان وسام كنيكسي متناول مولاي يوسف شعبه علوم التقنيه الميكانيكيه الحمد لله امتحان الفيزيك كان ماشي صعيب حتى ديك الدرجه ماشي بحال العام اللي فات قدرنا نجاوبوا شويه قدرنا نحاكوا شي انقطاش ديالنا ان شاء الله غننجحوا ان شاء الله باش ما كان ان شاء الله المهم صاف متناول الحراسه كانوا كيحوسوا كيما خصهم يحوسوا ما خلوناش ننقلوا ما زيروش معانا داكشي بخير اصلا اللي حاول ينقل ما ينجحش انا نصر لاصك دوزنا الصباح امتحان الفيزياء علوم رياضيه باء وشوف ماشي بحال العوام اللي فاتوا كان ثلاثه النقاط كانت في المتناول 17 نقطه ما كانتش في المتناول كانت ديك 8 ديال الورق هيدا ما كتلقى ما تكسب كل فقره فيها شي فكره جديده المهم
المهم الا دينا فوق 10 نديروا حفله في المدرسه ان شاء الله. شوف اول الامتحان ثلاثه النقاط كانت في المتناول او داكشي يا اخو راه ديالهم. وشوف الصراحه كان في المتناول، انا قست نكسب وصافي هادشي اللي كاين. هو الاساسي كيعطيونا النقلو ولكن حتى واحد ما جبر ما يكسب، هادشي اللي عطى الله. امتحان اللونج اللي كان في المتناول كان ساهل، كانت الحراسه مزيره بالحق، ساهل كان ماشي شي حاجه اللي صعيبه صافي. هادشي اللي كان الاسئله متناول امتحان فيزيك الصباح كان صعب والحراسه مزيره بالحق. في اللونجلي كانت امتحان ساهل كان في المتناول، واخا الحراسه كانت مزيره الحق كان في المتناول. باقي غدا عندنا مات في الصباح وفي العشيه عندنا فلسفه، ونهار الاربعاء عندنا اسفيتي. الطريقه ديالو كل واحد والفهم ديالو كل واحد وكيفاش. الا جاوبت عتنقل عتنقل واخا تكون قاره. اسم الشاطبي جينا ندوزو في عبد الكريم خطابي. صراحه امتحان فيزيك كان كمية كان صعيبة شوية، ولكن خصوصا فيزيك كانت متناولة، اما الكمية كانت صعيبة شي شوي. اما الامتحان الثاني نونغلي كان داكشي غير بالعقل، غير اسئلة النص والسهل. اما رايتيك صح المهم عدلنا كلشي والسهل، اما في الصباح كانت شوية صعيبة. ثقافة عاد الله في العشية كانت صعيبة، في الصباح كانت شوي. جبت العائلة هنا مولاي يوسف هنايا عنده تقني، ونطلبوا نجاح الجميع ان شاء الله، لوداتنا ولاد المسلمين اجمعين كافه ان شاء الله الا بغى الله. اول عام عنده باك؟ لا ثانيه باك. يا بني سولته قال لي كان اسئله في المتناول، ولكن نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجيب التيسير. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجيب التيسير للجميع. تهيئوا في هذه الفتره ضروري راه ما كنعسوا ضروري، العيل ما كياكل ما كيشرب، العقل ديالو كله مع البكالوريا مع الامتحان. والله العظيم نطلبوا من الله خير من هذا الشيء كامل للجميع. الله يوفق الجميع ان شاء الله. هذه مرحله مهمه ضروري البكالوريا هي كل شيء. القطعه اللي ما كانش خصنا يكون ان شاء الله المعدل يكون ان شاء الله موفق طالع شويه، واللي علينا كنديروه حنا العائله كنديروه الكمال عند الله سبحانه وتعالى. عندوش الباك ولا ما كاينش الباك، كيأهلك مثلا تدوز دي كونكور يكون كل نيفو طالع شي شويه، مثلا المعدل يكون طالع شويه، واش كيأهلك؟ وما بلا علم ما كانش النيفو ما كاين والو، الانسان كيضرب تمر على حساب الوليدات.